الرمان أو فاكهة الجنة من القطاعات الواعدة في ولاية القيروان، حيث تحتل الجهة المرتبة الثالثة وطنيا بعد ولاية جابس وباجة في إنتاج هذه الفاكهة. ورغم أهمية هذا القطاع إلا أنه يعاني من جملة من الإشكاليات. الرمان بصفة عامة عامين ثلاثة يعطي الإنتاج نتاعو، العام الثالث يبدأ ينتج بمعناتها بكمية متوسطة، أما العام الخامس يبدأ فيه إنتاج وفير معناتها، وما يستحقش برشا أدوية وما يستحقش برشا خدمة. الماء هو الفايدة، كي يبدأ الماء موجود نتاعو فهمتني. ثم حاجة بركة اللي هي اللي حاطة نتاع الإرشاد الفلاحي، والآن ناقصين شوي في الأمور هذيك. قاعدين حاليا ناقصين شوية أدوية أسمدة، شوية عناية، شوية إعانة يعاونونا باش نولوا معناها نعرفوا بالمنتوج هذايا، ونولوا معناها كسائر البلايص الأخرى، نولوا عنا معناها إنتاج طيب. المندوبية الجهوية للفلاحة من جهتها أكدت على أهمية هذا القطاع وتطوره سنويا من حيث المساحات والإنتاج ودوره في تنمية الصادرات الفلاحية. النظر إلى كونه فما إنتاج جيد السنة، والحقيقة الأسعار هي تختلف حسب الجودة، يعني تو في الوقت الحاضر الأسعار تتراوح بين 700 مليم حتى الدينار و500 مليم، ويختلف حسب الجودة معناها. وإذا كان الإنتاج يكون بجودة عالية بالطبيعة باش تكون الأسعار متحسنة. صحيح فما بعض الصعوبات توا من جراء كما قلت لك الإنتاج كثير، ونأملوا أنه تتحل الأسواق الخارجية باش جزء من الإنتاج يمشي للتصدير، وحتى نحسنوا في الأسعار بالنسبة للفلاح، خاطر تكلفة الإنتاج صحيح اللي هي تكلفة الإنتاج، يعني فما زيادة في تكلفة الإنتاج بالنظر إلى الزيادة في الأسعار الأسمدة. ويعد الرمان مصدر رزق للعائلات، كما تشجع مجلة الاستثمارات الفلاحية هذا القطاع بجملة من الامتيازات والمنح.